مرحبا. أخبار سريعة وأحداث شغلت رواد منصات السوشيال ميديا من حول العالم، ورح نتعرف على أبرزها بجولة اليوم من لوجين. لهيك خلونا نشوف شو هي عناويننا سريعا. الانطلاقة من الأراضي الفلسطينية وسقوط مراسل وفقدانه للوعي على الهواء مباشرة عمل موجة من الغضب الكبيرة. وأيضا بتاني أخبارنا حنبقى ضمن الأراضي الفلسطينية ومشاهد مؤثرة لرجل عم يبكي من بعد حصوله على طحين. أما بالختام فرح نتوجه على تحديات تيك توك الخطيرة وألي وتناول عيدان تنظيف الأسنان، تريند خطير عم ينتشر مؤخرا. هاي كانت العناوين، تفاصيل من بعد ما نعمل أول لوجين على إكس. لما بدنا نضرب مثل بالقوة والشجاعة والشهامة والصلابة لأي حدا منقول شو رجال، وحتى للصبايا منقول إنه أخت رجال. بس قديش صعب إنه تشوفوا هالرجال عم توقع بالأرض من التعب والجوع والعطش. شي بيحرق القلب إنه نشوف رجل شامخ بيوقع بهي الطريقة يلي صارت مع أحد المراسلين الفلسطينيين. فوثق مقطع فيديو لحظة سقوط مراسل تلفزيون فلسطين عمرو الداهودي على الهواء مباشرة بالوقت يلي كانت عم تسأله فيه المذيعة حول الأوضاع داخل قطاع غزة. وأظهر الفيديو المراسل هو واقف أمام الكاميرا قبل ما يترنح يمين وشمال لحتى ينهار على الأرض. بصراحة من أقصى وأصعب المشاهد والمواقف يلي صارت، وعن جد عم بتمثل حال الفلسطينيين. هذا الفيديو انتشر بالوقت يلي أكدت فيه منظمة الصحة العالمية أنه الوضع كارثي بقطاع غزة وأنه الجوع عم يفتك بالسكان. فغالبية السكان اليوم عم بيواجهوا الجوع وسوء التغذية، بالتالي فهنوا المعرضين بسهولة لجميع الأمراض. بالقطاع ما في أدنى مقومات الحياة، لا أكل ولا شرب ولا كهرباء ولا حتى مسكن، وتم تدمير جميع الأحياء بطرق غير شرعية بعدوان المحتل الغاصب يلي بعده عم يلعب دور الضحية، وما بدهم يورجوا الناس حقيقة كذبهم بالأخبار وعبر قنواتهم التلفزيونية. ولكن اليوم السوشيال ميديا صارت أكبر شاهد وموثق لكل أفعالهم. بالنسبة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي فتفاعلوا جدا مع هذا الفيديو اللي عم نشوفه حاليا، واعتبروه بالفعل محزن جدا، وقالوا انه هذا المراسل ما له محتاج حتى انه تسألوا المذيعة كيف الأوضاع بقطاع غزة، لأنه شكله لحاله بيحكي وسقوطه هو الدليل. جوع وخوف ونقص بالأدوية، كتر خيرهم انه لسه عم بيوقفوا قدام الكاميرا وبكل مهنية. من أقصى المشاهد، وبالفعل يعطيهم ألف عافية ويا رب الفرج والنصر لكل أهالينا بقطاع غزة وبالأراضي الفلسطينية. تاني أخبار جولتنا لليوم وتاني لوجين على فيسبوك. وبقى يعني بتاني أخبار جولتنا لليوم ضمن الأراضي الفلسطينية، وكنا قبل ثواني قليلة عم نحكي عن النقص بكل مقومات الحياة. ومع كل هي الحالة التعبانة، شو بتتخيلوا أنه يكون ردة فعل أي شخص لما يحصل على الطحين يلي صار لهم من أول أو تاني أسبوع من الحرب ما عم يقدروا يحصلوا عليه، لدرجة أنه بلشوا أنه يطحنوا الأعلاف لحتى يتغذوا. فلسطيني يبكي من الفرح بعد حصوله على كيس دقيق. تحت هذا العنوان انتشر مقطع فيديو أظهر بكاء فلسطيني من الفرح من بعد ما قدر أنه يحصل على كيس طحين بمناطق شمال قطاع غزة يلي عم يفرض عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي حصار خانق، وعم يمنع وصول أي مساعدات غذائية وإنسانية للسكان بهدول المناطق. هذا الشيء أدى لنفاذ كل شيء كانوا بيملكوه من أكل ومياه صالحة للشرب. بالنسبة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي فتداولوا هذا المقطع الفيديو على نطاق واسع، وأيضا ردة فعل الرجل بالوقت يلي صار فيه الحصول على المواد الغذائية هي مهمة صعبة جدا. وأظهرت المقاطع المؤثرة الشاب بمشهد بيعكس الصعوبة الكبيرة يلي صاروا اليوم عم بيعيشوها أهلنا بقطاع غزة لحتى يوصلوا لأبسط المواد الغذائية. طبعا التفاعل كان جدا كبير من قبل السوشيال ميديا ورواده مع هدول النازحين يلي عم يتعرضوا لأوضاع صحية ومعيشية متردية للغاية، وسط تخوفات من قبل مؤسسات حقوقية ودولية من انتشار كتير كبير للأمراض والأوبئة بأوساطهم ويلي بلشنا بالفعل نشوفه على أرض الواقع. يعني بالفعل ومثل ما بيقولوا لما بيبكي الرجال فالهموم فاقت قمم الجبال. يا رب الصبر والفرج والنصر القريب. آخر أخبار جولتنا لليوم وآخر لوجين على تيك توك. وبختام جولتنا اليومية رح نتوجه على عالم الابليكيشنز وبالتحديد لعن تحديات تيك توك الغريبة والعجيبة، فما عم نخلص من واحد منهم لحتى يجي يلي بعده ويكون أشنع للأسف وعم بيتم تطبيقه من دون مراعاة أي اعتبارات. تريند غريب عم يجتاح تيك توك بيدعي لتناول أعواد تنظيف
الأسنان المقلية وحقيقة المقاطع يلي بتظهر الأشخاص عم يتناولوا هي الأطعمة يلي ما إلى أي علاقة بالطعام حققت انتشار واسع بين رواد هالأبليكيشن. البعض قال إنه عم يقلوا أعواد تنظيف الأسنان من بعد مزجه بالتوابل والجبنة السائلة، ومن الطبيعي بهي الحالة إنه تتحرك منظمات أو حتى وزارات الغذاء بالبلاد لحتى تدعي الناس لعدم تناول عيدان تنظيف الأسنان المقلية، بعد ما شارك مستخدمين بتطبيق تيك توك مقاطع فيديو لأنفسهم هن وعم بينفذوا هذا التحدي. طبعا هون ظهر رأي آخر من أحد الشبكات الإخبارية بيقول أنه لما يتم قلي هي الأعواد فهي مصنوعة من البطاطا الحلوة أو نشا الذرة، لأنه إلى شكل مشابه للبطاطا المقلية الرفيعة وهيك حيصير شكلها، ولكن بيصير بلون أخضر فاتح، وهي الأعواد هي صديقة للبيئة وقابلة للتحلل الحيوي، وغالبا بتكون متوفرة بالمطاعم وبيتم استخدام ما أيضا لتناول الطعام. ولكن بعد الصد والرد أكدت وزارة الغذاء وسلامة الدواء أنه ما تم التحقق أبدا من سلامة أعواد الأسنان كطعام، ودعت لعدم تناولها. بقى يا جماعة وللمرة الألف يمكن عم نحكيها، مو كل شيء منشوفه على السوشيال ميديا نحن منقدر نطبقه على أرض الواقع، بدنا نراعي كثير من القصص والمعايير، فالحذر والوعي هي أهم شيء. مع هذا الخبر أنا بكون وصلت لنهاية جولتنا اليومية من لوجين. أكيد لكل الأشخاص يلي حابين يشاركونا الأخبار والفيديوز والقصص الترينت يلي عم بيشوفوها على السوشيال ميديا، ببساطة بتقدروا تفوتوا على صفحة لوجين أو حتى على صفحة قناة سماء الرسمية وتتركوا لنا كل اللينكات والفيديوز والقصص والأخبار يلي حابين نحكي فيها وعنا. أنا هي كانت حلقتي وهدول كانوا كل أخباري، موعدي معكم بيتجدد بكرة إذا الله راد بنفس التوقيت على شاشة سماء الفضائية. من هلأ لوقتها ضلكم بألف خير، باي باي.